تقبريني. ايش طالع بايدك تاكلي؟ شو؟ سمك؟ هاي الشغلة ألذ شيء بس نعملها لأمولة تتاكل. والله تعلمت كثير أنا بسخونة أمولة تعلمت. قلنا هلا نزين لها أمولة بتحب زين لها الحمص تقبر قلبي. يلا جبنا المقص يعني في كم حبة طلعوا كثير سميك عتمها الأمولة بتعرف. صرنا نعم لها إياهم أنا. قصقص لها اياهم بصيروا ناعمين. أمولة يا حياتي اجا الغدا اجا الغدا اجا الغدا عشان ناكل. سامك جيت أبري قلبي وفتوش وحمص. هيك تنبلش لك بالسمكة سخنة. اها هيك تنعصر لك نقطة حامض تحب الحامض معهم انت. تحكي منك نتفة؟ ساحتين ساحتين عقلبك يا بي دخلك يا بي يا بي بنسى الدنيا هوني. بنسى الدنيا انا حد امونا. هيدا الحب بيعني لي اشياء كثيرة والله يرزقنا انا وتصور كبيرة حب مثل ما بحب بي امي. هاي كاميرا تشوف أمولة. هاي الكاميرا ربطها بالانترنت بشوفها بس كون بشغلي بفتح بالنهارات بشوفها على التليفون وبس كون نايم بالأوضة جوا بدور الشاشة حد مني. إذا وعيت بالليل بضوع عيناي بعرف إنها وعي بقوم بسهر أنا وياها مثل من جارجر بتعرف. حبيني بوسيني تقبري قلبي. أمولة عطول أنا بظهرها من وقت ما كنا بالمستشفى وجبتها على البيت بعد فترة صرت ظاهرة خدت مشوار عند أهلها عكار هونيكي كان مشوار بعد شي سنتين من سخونتك يمكن يا أمولة. بس تأثرت كتير قد ما عملوا لها عرس. يمكن بعد ما سخنت تعلقت زيادة فيها. يمكن ما كنتش هيك أنا بس كنا مجوزين وعندنا أولاد كنت مغروم فيها كثير مش نطفة. بس وقت سخنت نغرمت زيادة. هي أمال هي عم يعرف شو أمال عم يعرف حدا. بتعرف قديش إلها اليوم سخنة أمال؟ إلها 4 سنين وشهرين و23 يوم. هيك بدي ابكي بدي ابكي بس. انت مين حبيب قلبك؟ جهاد؟ وجهاد مين حبيب قلبه؟ مين هي؟ أمولة؟ يا بيي يا بيي يا بيي يا بيي انا يا بيي يا بيي